صدور فراخ مكعبات، تقدروا تستخدموا صدور الفراخ زي ما انتم عايزين، لو هي مثلا نص كيلو كيلو على حسب الكمية اللي انتم محتاجين تشغلوها، وثلاثة فص ثوم وحبة كزبرة يكونوا فريش، كزبرة فريش، وعصير ليمون وزبدة وحليب، هحتاج حبة حليب صغيرين ومعلقة نشا كبيرة، وهحتاج جوز الطيب حاجة بسيطة خالص كده تدي يعني اللي هو الريحة العطرية بتاعتها، وملح وفلفل اسود، ده كل اللي انا هحتاج له. تمام الكلام. الصوص حلو وجميل وظريف كده، وكمان مختلف شوية، فجربوه وما تقولوش على حاجة ايه ده لا ده جديد، ده مش هينفع، ده كويس مش كويس، احسن طعمه يطلع وحش، لا، واكد ليكم ان الصوص ده حاجة اورينتال جميلة كده وحلوة شرقية حلوة، هتعجبكم وهتبسط اي حد ياكلها، وهترضي ذوق ناس كتيرة جدا جدا. في ناس هتسألني ينفع ابدل الكزبرة والحاجات دي؟ اه ينفع تبدل الكزبرة، مفيش مشكلة، بس في الحالة دي مش هيبقى صوص كزبرة وتوم، هيبقى صوص حاجة تانية وتوم، بس دي الفكرة كلها. يلا بينا نبدأ نشتغل. اول حاجة هنعملها نجيب معانا هنا الكاترين بورد بتاعتنا او البلانشة، وهنبدأ ناخد الحاجات بتاعتنا. انا محتاج في الاول خالص قبل ما ابدأ اشتغل في الفراخ، هشتغل فين؟ في الكسبرة بتاعتنا، هي الوحيدة اللي هتتفرم، فانا محتاج افرمها ناعم اهي، وبعديها على طول هامسك جلافز، وهمسك الجلافز بتاعنا، همسك سوري الفراخ بتاعتنا ولا ايه، وهبدأ اقطعها زي ما احنا عايزين. خلاص الكلام اهو، ادي حبة الكزبرة بتوعنا في حدود حزمة كزبرة مش اكتر من كده. تمام اهو، انا بس الفكرة كلها قصة الفصل، يعني واحنا شغالين دايما في المطابخ او المطاعم في حاجة اسمها فصل الاغذية عن بعضها، علشان نكون في الامان على قد ما نقدر، تبقى عندنا حاجة فيها امان على قد ايه، على قد المستطاع بتاعنا. يعني ناخد كمان جلوفز تاني عشان هنمسك الفراخ، وعندنا هنا النار بتاعتنا شغالة زي الفل. على ما نقطع الفراخ هنزل بالزبدة تسخن. من ضمن الحاجات المهمة أوي في المطابخ إنه ناخد بالنا من الخطوات. حبة الكزبرة دول احطهم بس مكان الزبدة عشان نعمل ايه؟ نعرف نشتغل. ويلا بينا ناخد الفراخ، نجيب السكينة المناسبة للفراخ، ونقطعها مكعبات، مش مكعبات صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، تمام، حاجة زي مثلا سنتي في سنتي كده اهو. الفراخ دي هتلاقوها جميلة جدا وطعمها هيعجبكم موت. خلاص يا جماعة، دايما مع الزبدة بنحط حبة زيت خفيفة علشان ما تحرق لناش ايه الزبدة بتاعتنا، ما تتحرقش، دي برضو نقطة لازم تاخدوا بالكم منها. قبل ما نبهدل ايدينا في الفراخ والحاجات نحط حبة زيت معاها كده. طيب نقطة تانية عايز اقول لكم برضو عليها علشان برضو حضراتكم تبقوا واخدين بالكم منها، الزيت حلو في التسخين لكن مش حلو في انه يعمل كريمة، ما يعملش حاجة كريمية حلوة قوي زي الزبده، لكن الزبده تعمل حاجه كريمي كويسه. تمام الكلام. ادي هنا عندنا الفراخ بتاعتنا اتقطعت وجاهزه انها تعمل ايه، تنزل معانا على طول على الزبده. يلا بينا ناخد البلانشه، والزبده بتاعتنا سخنت وزي الفل وعظمه على عظمه. بعمل فكره او بعمل حركه حلوه في الموضوع ده، لما باجي اشتغل اول حاجه بعملها هشيل بس الجلافز ده عشان لو طرته الفراخ بأي طريقة. أول حاجة أول ما بحط الفراخ بالشكل ده ببدأ أديها تغليفة في الزبدة. واخدين بالكم أنا بعمل إيه؟ أهي. بديها تغليفة في الزبدة وبعد كده بسيبها. ولما باجي أقلب الفراخ ما بقلبهاش كتير، كل ما قلبت الفراخ كتير كل ما اتبهدلت معايا، فإحنا مش عايزين نعمل كمان الكلام ده، فلازم ناخد بالنا من القصة دي، تمام؟ نشيل الحاجات دي على جنب علشان نبقى في الأمان بس على قد ما نقدر. وبرده يعني نبص بص كده. عايز اقول لكم على نقطة تانية مهمة كده بسيطة، لما يكون عندنا شغل في الفراخ ما امسكش منديل وابدأ امسك الرخامة وتك تك 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 كلها، انا كده مسكت نقطة، لو في نقطة مية نازلة من الفراخ على الرخامة انا كده وزعتها كلها على الرخامة،
وده خطر جدا جدا. احنا دايما لما بنشتغل في فراخ بنقول ان دي حاجه اسمها منطقه خطر او دينجر زون. المنطقه دي بسبب الفراخ بيكون عندنا مشكله انه فيها بكتيريا اللي هي السلمونيلا. السلمونيلا صعب جدا تتقتل، مش سهل، وبتنشط بسرعه وحاجات كتير قوي. فدايما بناخد بالنا لو في مثلا نقطه ميه فراخ في نفس المكان، بعمل تاب كده بالمنديل وبشيلها وخلاص، يبقى انا كده خدتها في المنديل والحته المتعرضه للخطر هي دي. ولو عندي ابسط الامور، لو عندي شويه ميه بخل رشه خفيفه عليها، ده لو ما عنديش اي حاجه للقتل بتاع الجراثيم والحاجات دي كلها، سنه كلور بشويه برضو ميه متخففين، كل ده ينفع اشتغل معايا خفيف كده. وبعد كده بلمع بيه، بنضفه وبعديه بشويه ميه كمان، ده يكون افضل بكتير قوي. خلاص الفراخ بتاعتي اول ما هتبدا تتشمع هاجي نازل عليها على طول بالثوم، خلاص اهو، وهنزل عليها كمان بايه؟ بالكزبره بتاعتنا. وكده اقدر اقول لكم ان انا هسيب الفراخ شويه صغيرين بس لغايه ما تستوي، والكزبره والثوم يبداوا يعملوا معانا ايه؟ يفحفحوا الريحه بتاعتهم. دي نقطه مهمه. وهجيب عندي هنا مثلا لو الميجر كاب ده شغال موجود مفيش مشاكل، وهاخد معايا حبه من النشا اللي عندنا علشان نربط بيه الصوص بتاعنا. بس انا مش عاوز نشا كتير، انا عاوز بس معلقه، وفي الاخر خالص هبدا اضيف النشا زي ما احب بعد كده، اتقل الصوص بتاعي او اخففه زي ما انا عايز. وهاخد حبه لبن بس وهقلبهم واجهز النشا بتاعي على جنب. خلاص كده ادي الكزبره بتاعتنا اهي. الصوص ده بتلاقوا لونه مخضر شويه لما بنكون بنخلصه، والريحه بتاعته ابتدت تطلع وتبقى جميله وحلوه. تمام. ناخد من الفلفل الاسود ده اهو، حبه فلفل اسود خفيف معاه، وهاخد كمان حبه من جوزه الطيب الحلوه بتاعتنا تظبط لي الموضوع اهو، في حدود نص معلقه جوزه الطيب مش اكتر من كده. وادي حبه ملح خفيف يطعم للفراخ، وفي الاخر خالص هظبط الحياء بتاعي زي ما انا عايز. الريحه بتاعت الثوم والكزبره طلعت فحفحه جدا جدا. خلاص هنزل هنا بحبه لبن من اللي معايا دول، مش النشا، وهسيب الفراخ بتاعتنا تعمل ايه؟ تاخد غلوه كده خفيفه فيهم. واخر حاجه هضيفها هم حبه اللبن بنشا اللي احنا حاطينهم هنا علشان يظبطوا لي الموضوع. انا اول ما بعدين النهارده خضار سوتيه، هقول لكم على شويه حاجات في الخضار السوتيه علشان برضو نكون عارفين الخضار السوتيه اخباره ايه. في ناس كتير بتسلق الخضار السوتيه وبعد كده تحطه على النار، انا بعمل العكس بصراحه. انا بحب الخضار السوتيه يبقى كده لسه بيقرمش وجميل وحلو ابن ناس. فاللي انا هعمله في الخضار السوتيه هاخده ني زي ما هو على النار على طول، مش هحطه يتسلق ولا الكلام ده كله خالص. تمام. احنا هنا الكريمه بتاعتنا الفراخ سوري بكريمه او بصوص الكزبره والثوم على النار اهي قدامكم، اللي فاضل لها بس ان انا اقضيها الربط بتاعها بحبه من النشا واللبن اللي احنا عملناهم مع بعض اهو. مش هحط كريمه ولا حاجه زي كده ولا الكلام ده كله خالص. كريمه الطبخ ممكن نعوضها بشويه لبن مع شويه نشا، تمام، وسنه زبده زياده، وهحط حبه الليمون في الاواخر. تمام كده، مش عايز اخلي الليمون يغلي جامد، يعني يا دوب ياخد غلوه كده خفيفه والموضوع انتهى. وادي كده عندنا الفراخ بتاعتنا تعتبر جاهزه، هسيبها بس تاخد غلوه مش اكتر من كده، غلوه بسيطه يعني. وباقي اللبن والنشا ده هنسيبه عندنا لو احنا احتاجنا ان احنا نزود شويه عشان نربط اكتر، ما يجراش اي حاجه خالص، الموضوع برده في ايدينا. تمام الكلام. طيب طاسه تانيه على النار ونجهز مع بعضينا الخضار السوتيه بتاعنا. الخضار السوتيه بتاعنا عباره عن جزر وكوسه، فلفل الوان، بصل، روزماري مع زعتر وزبده وتوم والملح والفلفل الاسود. ده كل اللي احنا هنحتاج له في الخضار السوتيه بتاعنا. الخضار السوتيه بتاعنا اهو، هبدا اخد الجزر وهقطعه جوليان. وفي ناس كتير جدا بتقطعه بطرق مختلفه، يعني تقدروا تقطعوه زي ما تحبوا، ما يجراش اي حاجه خالص، براحتكم تماما. بس دي تقطيعه بتسهل معانا الشغل وكمان بتخلي الشكل بتاعه العام كويس وزي الفل. خلاص اهو جوليان اللي هي صوابع رفيعه معموله بالطول. تمام. الجزر هو اول حاجه هاخدها معايا على النار، وبعد كده هنرتب الحاجات التانية على حسب ما نحب او على حسب الترتيب بتاعها المظبوط يعني. خلاص كده اول حاجه بس هسيح هنا عندي كده. خلاص الفراخ بتاعتنا خلصت وزي الفل وتمام.
اهدي بس عليها النار على قد ما اقدر بس كده زي الفل. وناخد هنا معانا مكعب زبده على النار، وكالعاده معاه حبه من الزيت علشان الزبده بتاعتنا ما تعملش ايه، ما تتحرقش مننا. خلاص، والخضار بتاعنا. طيب تعالوا اوريكم تقطيعه تاني للجزر علشان برضو تشوفوها. في ناس بتقطع الجزر بالطريقه دي بالورب اهو، ورفيع جدا وناعم اهي. يعني دي طريقه تقطيع ودي طريقه تقطيع، ادي واحده وادي واحده كمان شكل تاني. زي ما تحبوا تقدروا تقطعوا الجزر بتاعكم او الخضار بتاعكم زي ما انتوا عايزين. دي طريقه ودي طريقه. نقطع بانهي طريقه يا اساتذه اللي في الكنترول؟ ميكس؟ لا ما ينفعش ميكس، اللي هي دي. خلاص اتفقنا، المخرجه قالت الرفيع، يبقى نقطع دي التانيه اللي انا قطعتها الاخيره. تمام كده. طيب لو احنا عملنا ميكس، هو مين اللي قال ميكس؟ ايمن ولا مين؟ مين؟ لو عملنا ميكس يا جماعه في حاجات هتستوي وحاجات مش هتستوي، فطبعا ده مش هينفع خالص لو عملنا الكلام ده. تمام الكلام؟ او هتلاقوا تفاوت كده في موضوع التسويه، فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي. ادي حبه الجزر بتاعنا كله بيتاكل زي ما بيقول ايمن. ايوه بس لما تيجي تاكل حاجه عم ايمن وانت حاطط فيها شويه من الخضار مستوي وشويه تاني مش مستوي، لا طبعا دي حاجه مش لطيفه. صح يا ايمون ولا لا؟ لو في البيت عندنا مش هتفرق كتير، هنقول كله هيتاكل وكله هيبقى زي الفل و10 على 10 والحمد لله بس، والقصه خلصت. نعلي النار بتاعتنا على الزبده علشان نقدر نشتغل على طول على السريع، ونقول يلا بينا كده علشان الجزر. ايوه برافو عليك يا ياسمين، يا ولد يا ولد علي. لا مخرجه شاطره ياسمين، بتقول احنا ليه قطعنا الجزر اول حاجه؟ عشان بياخد سوا. قلت لها ايوه، اتبسطت قوي من نفسها عشان عرفت المعلومه دي، اتبسطت قوي. طيب يا ستي ماشي يا جماعه، تعالوا بقى اوريكم على حاجه، اقول لكم على حاجه في موضوع اي خضار عندكم مدور بالشكل ده، ده بيبقى فيه شويه خطوره في الموضوع السيفتي بتاع المطبخ او الامان بتاعنا. فلو احنا جينا نقطعه كده ممكن جدا دي تتدحرج من تحت ايدينا وصوابعنا تعور من السكينه. فدايما بنيجي واخدين منها سلايس زي ده كده خلاص، والحته اللي اتقطعت اللي هي الحته دي بنيجي منيمين عليها الخضار نفسه، الخيار، الجزر، الكوسه، الحاجات اللي زي كده. ده بيساعدنا بعد كده يكون في كنترول اكبر واحسن في موضوع التقطيع، فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي. تمام يا جماعه؟ وادي كمان الكوسه بتاعتنا. طبعا احنا مش هنحط الكوسه بس انا حبيت اوريها لكم لان نسيت اقول لكم عليها في موضوع الجزر. هنزل هنا بالجزر اهو، وهدي تقليبه، وعلى ما نقطع بقى الخضار بتاعنا يكون الجزر بتاعنا ابتدى يعمل ايه؟ يستوي. هاخد لي بصلايه حلوه من دول خلاص، ونبدا نعمل فيها ايه؟ نقطعها برده بنفس الطريقه اهي بالورب. سوري بالعرض ولا ايه؟ خلاص كده. ممكن نستكفي ببصله واحده زي الفل. والفلفل هنقطعه برضو بنفس الطريقه هي هي. دايما في الحاجات اللي زي كده احنا بنحتاج ان يكون عندنا الطبق بتاعنا يكون تقريبا كله متناسق في قصه الاحجام بتاعته وطريقه التقطيع. ده بيعمل فرق كبير جدا في الطبق بتاعنا. ما ننساش الجزر، نديله تقليبه سريعه سريعه كده. طبق الخضار السوتيه ده من اكتر الاطباق الحلوه جدا جدا اللي ممكن تاكلوها، وكمان هو صحي قوي. تمام؟ ادي الجزر بتاعنا ابتدى ان هو ياخد تسخينه النار، وده هو اللي احنا عايزينه بالظبط. وخدوا بالكم لما تيجوا تسووا الحاجات دي ببساطه جدا لازم ناخد بالنا من قصه التزامن بتاعها. يعني ايه التزامن بتاعها؟ يعني مثلا مش هخلي الجزر معايا على النار لغايه ما يدوب خالص ويدبل خالص، لان لسه هحط كمان البصل معاه، فالبصل هيخلي برضو الجزر يفضل على النار، فبالتالي الجزر هيكمل تسويته معاه. فبسوي الجزر بس يدوب تسويه خفيفه او بديله تقلبتين كده على النار، وبعد كده ببدا انزل معاه بايه؟ بالخضار التاني اللي بعديه على طول، اللي هو ليكون البصل اهو. تمام الكلام يا جماعه. وبعد كده عندي الفلفل الالوان، وعندنا كمان الكوسه والحاجات دي كلها، وكل ده في الاخر خالص بيطلع معانا طبق شكله جميل والوانه حلوه قوي
لا بيحتاج ان احنا نعمل له اي ديكوريشن ولا اي اشكال ولا اي كلام من ده كله خالص، بالعكس هو لوحده زي الفل و10 على 10. ماشي يا جماعه اهو، وادي حبه الفلفل الرومي بتوعنا كمان اتقطعوا جاهزين وزي الفل. هاخد واحده كوسه كمان اهي. احنا قلنا شويه معلومات حلوين جدا في موضوع التسويه. عايز ابدا دلوقتي ان انا احط حبه من الروزماري بتاعي والزعتر كمان عليه علشان بس تطلع معانا ايه، تطلع معانا الروائح العطريه بتاعتهم ويفحفحوا لنا الطبق بتاعنا من دلوقتي. خلاص كده اهو الروزماري انا بس هطحنه او هفرمه شويه ناعم علشان ايه ما يبقاش خشن معانا في الاكل. تقدروا تفرموه ناعم، تقدروا كمان تحطوا عود روزماري بنفسه كده على بعضيه كامل مفيش مشكله خالص، ده يشتغل وده يشتغل. طيب انا كده هبدا احط كمان معانا الكوسه، ولو عندكم بسله تقدروا تحطوا معايا شويه بسله مفيش مشكله خالص، لو عندنا بروكلي نقدر نحط بروكلي برده ما يجراش اي حاجه، لو عندي حبه من البطاطس برده ما يجراش اي حاجه خالص نقدر نعملها وتطلع معانا زي الفل و10 على 10. عايزين تقصروا الاحجام اكتر من كده برده مفيش اي مشاكل نهائي في القصه دي. هاخد الكوسه معانا هنا، الكوسه ما بتاخدش معانا وقت للدرجه اللي هي، فبرده هنراعي الموضوع ده. طبق ممتاز وزي الفل. خلاويص نهدي سن النار. انا الطبق ده علشان بس وقت الحلقه يسعفنا، الطبق ده ببساطه بعد ما ده يستوي هحط عليه الفلفل، واخر حاجه هضيفها هي الثوم علشان الثوم ما يتحرقش مني، او هضيف الثوم مع الفلفل الالوان. يعني دي التريكه اللي احنا نعملها بس عشان تاخدوا بالكم، هنضيف الثوم مع الفلفل الالوان في الاخر علشان الثوم ما يتحرقش مننا. والحمد لله اطباقنا جاهزه وزي الفل و10 على 10. زي ما قلت لكم احنا اخر حاجه عملناها ان احنا ضفنا الثوم مع الفلفل الالوان واديناهم تقليبه، الريحه ابتدت تفحفح، حيقنا الحقيقه بتاعنا بالملح والفلفل الاسود، وكده الطبق بتاعنا ايه جاهز وتمام الحمد لله وزي الفل. اخر حاجه هنعملها دلوقتي نطفي النار بتاعتنا ونبدا على طول نحط الحاجات بتاعتنا فين؟ في الاطباق الخاصه بيها. هناخد الفراخ بتاعتنا اهي. طبق الفراخ ده عايز اقول لكم انه حلو وصحي قوي. يعني لو سمحتوا جربوا حاجات جديده علشان الامور تعمل معانا ايه؟ تظبط كده وتبقى لذيذه وظريفه. ايوه اوبا، ايمن قال اوبا. خلاص يا جماعه ونجيب الطبق التاني بتاعنا اهو. ممكن ندي حبه كزبره كده مفرومين على الوش من فوق خفاف يظبطوا لنا اللون برضو. خلاص كده بس شكرا، مش عايزين نزود. وهنا طبق الخضار السوتيه ده مش محتاج اي حاجه خالص معاه، لا هنجرنش ولا بتاع ولا اي حاجه نهائي، هو لوحده بملون فمش مستاهل ان احنا نعمل له اي حاجه خالص اهو. كل الفكره اللي فيه انه محتاج بس ايه حد يجي ياكل بقى.